بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا سيد أحمد تيجاني وعنا به، آمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. هذه الآية فيها من الرحمة الكثير، خلق الإنسان من عجل، وخلق الله الإنسان عجولا، فطبيعة الإنسان أن يكون عجولا، فمن كان يريد العاجلة فهو متماش مع طبيعته، هو متماش مع طبيعته، هو يريد العاجلة لأنه عجول. ولكن الله تبارك وتعالى برحمته يقف لهذا العجول، يقف لهذا الايه، ويختار له ما يفيده في عجلته. فمش قال له ايه، مش كل حاجه انت عاوزها هنديها لك، ما انا عارف انك عجول بس انا هختار لك. ولذلك ربنا قال له من كان يريد العاجله ماشي عجلنا له فيها، ما انكرش، ماشي هنعجل ما نشاء. وهل أحسن اختيار، وهل من أحسن اختيار من الله؟ ما نشاء، أدي أول حاجة. الرحمة الثانية لمن نريد، لمن إيه؟ كأن مريد العاجلة مراد، لمن نريد. ما تفتكرش إن هو عشان مريد العاجلة ما يبقاش مراد، لا، لمن نريد. وبعدين الرحمة اللي بعد كده أنه يحذره من مغبة العاجلة، يعني التحذير في حد ذاته رحمة. قال له إيه؟ ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما. إيه؟ كونه يقول له خلي بالك من جهنم، دي رحمة، دي مش ترهيب، دي رحمة. خلي بالك، أبوك بيقول لك خلي بالك في آخر الشارع ده في أسد مفترس، يبقى دي رحمة ولا مش رحمة؟ ومن أراد الآخرة وسعى لها، وسعى إيه؟ سعيها، يبقى هو أراد الآخرة وسعى لها إيه؟ سعيها، وهو إيه؟ مؤمن. خلي بالك، الدنيا والآخرة كلاهما غرض، كلاهما إيه؟ غرض. مريد الدنيا كمريد الإيه؟ الآخرة. هذا غرض وهذا إيه؟ عند أهل الله إرادة الدنيا كإرادة الآخرة، عند أهل الله إرادة الله أن تكون مريدا لله، أن تكون مريدا لوجه الله، لا تكون مريدا لكون من الأكوان. إذا كنت مريدا للدنيا فالدنيا كون، وإن كنت مريدا للآخرة فالآخرة إيه؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لم يشكر إرادته ولكن شكر سعيه. قال إيه؟ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، مش سعي، وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم، ولكن لم يكن كانت إرادتهم، كان سعيهم إيه؟ مشكورة. ربنا سبحانه وتعالى اسمه المجيب، اسمه إيه؟ إذا كنت تريد الدنيا فهي لك المجيب،
إذا كنت تدعو للآخرة فهي لك، إن كنت تريدهما معا فهما لك. ربنا آتنا في الدنيا إيه؟ حسنة. حسنة يعني زوجة عربية، بيت كويس، حاجة حلوة، ركعتين. وفي الآخرة إيه؟ حسنة كويس. أنت عاوز في الدنيا وفي الآخرة هما لك. من يريد الدنيا يرى الدنيا كل شيء، ومن يريد الآخرة يرى الآخرة كل شيء، ومن يريد الله يرى أن كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء هالك، كل كون هالك إلا وجهه. لا الدنيا باقية ولا الآخرة باقية. خلي بالك مفيش باقي إلا وجه مين؟ هو الباقي. هو الإيه؟ الباقي. قال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يدعو بدعاء إلا استجيب له. من اسمه الإيه؟ المجيب. فإما أن يعجل له في الدنيا، شوف ربنا بقى بيشوف التدابير الإلهية، إما أن يعجل له إيه؟ وإما أن يدخر له في الإيه؟ وإما أن يكفر عنه من إيه؟ من سيئاته. يشوف لك إيه الصالح وإيه؟ ما لم تدعو بإثم أو قطيعة رحم أو تستعجل. قالوا: وما يستعجل يا رسول الله؟ قال: يقول دعوت ربي فلم يستجب لي. لا، أي واحد يدعو الله يستجب له. من اسمه إيه؟ لا 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 لا، ده ربنا سبحانه وتعالى بيديك من اسمه الرب قبل ما تدعو. قبل إيه؟ اسمه المجيب بيديك بعد ما تدعو. إنما عطاء الربوبية بقى إنه رب، يعني أبوك رجع البيت لقى وشك أصفر، هيستناك لما تقول له أنا تعبان ولا هيعمل إيه؟ هياخدك على الدكتور على طول. هل أبوك أو أمك تنتظر إلى أن تسأل ولا على طول؟ يبقى ده الرب. ده إيه بقى؟ الرب يعطي قبل الإيه؟ قبل السؤال. ولكن ليه المجيب؟ المجيب ده له فلسفة. لما الرب بقى يعطيك قبل السؤال ثم يعطيك قبل السؤال، انت تغفل. تغفل يعني مين اللي رباك في بطن والدتك 9 أشهر؟ مين اللي سقاك اللبن وانت صغير؟ مين اللي اداك الحياة؟ مين اللي كبرك؟ مين اللي بيديك حاجات ملهاش اول من اخر؟ هل انت سألت ربنا اي حاجة من الحاجات المهمة دي؟ ما سألتش، فتغفل. فعطاء الربوبية يجعلك تغفل، فيروح ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ جايب لك شبح مصيبة كده. شبح، اول ما تلاقي شبح المصيبة تقول ايه؟ يا رب. يقول لك: سمعنا صوتك، انت فين؟ صوتك الحلو ده ربنا بقى بيحب يسمع صوتك. اول ما تقول يا رب يقول: خلاص انا المجيب. انا ايه؟ يبقى هو بيديك من الرب حتى تغفل، فان غفلت اعطاك من الايه؟ من المجيب. يبقى في فرق، خلي بالك. الايه ديت ليها ظاهر وليها باطن. الظاهر خلي بالك، اي حاجه من اسم الله الباطن عمرها ما تظهر للوجود ابدا، لا تظهر لنبي ولا ولي ولا ملك ولا، ما دام هي من مرتبه الباطن فلا ظهور ايه لها. خلاص دي باطن لا يعلمها الا مين؟ الا مين؟ الا الله. الله ما بيدخلش عليه بقى اسم الباطن. هيدخل على اسم الباطن ازاي؟
باطن ازاي على الله؟ لا، الله مرتبة الألوهية ما بيدخلش عليها أسماء، خلي بالك، ما يدخلش عليها اسم الباطن. ازاي ده اسم الباطن يدخل على ربنا؟ ما يدخلش، لأن ربنا مش فيش حاجة باطنة عليه. إنما لو حاجة ظاهرة لك وحاجة باطنة عنك بس ظهرت لحد تاني، تبقى من مرتبة الظاهر، بس هي ايه؟ ظاهر وباطن معاك انت، مش 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 من مرتبة الباطن اللي هي ايه؟ يعني انت دلوقتي ما بتشوفش اللي في اعماق البحار، وفي سمكة شايفاها، يبقى هي ظاهرة للسمكة ولا مش ظاهرة؟ وباطنة عنك ولا مش ايه؟ يبقى من مرتبة الظاهر، من مرتبة الايه؟ الظاهر. ظهور وبطون بأحوال ولأحوال ولمواطن وحكم إنما مش من مرتبة الإيه؟ الباطن. أنت لو حبيت تتكلم بقى عن الآية ديت من مرتبة الظاهر، هتقول كالآتي، ملهاش حاجة تانية. لو أن الله تبارك وتعالى أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، ولو أجبر عباده على المعصية لبطل العقاب، ولو تركهم هملا لكان عجزا في القدرة. يعني أنت مش متروك همل، ولكن الله تعالى أمر عباده تخييرا، ونهاهم تحذيرا، وأحبهم أزلا، وكلفهم يسيرا، ولم يكلف عسيرا، وأعطى على القليل كثيرا، ويسر كل أمر تيسيرا. وأثبت لك الإرادة، هو أنت مريد، تريد الدنيا، عاوز الدنيا، أهلا وسهلا، تريد الآخرة، مش كده؟ أنت لك إرادة ولك، وحنحاسبك على هذه الإرادة. إنما باطن الأمر أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم وما تعملون. يبقى مين اللي خلقك؟ ومين اللي خلق فيك العمل؟ يعني أنت فاعل ولا مفعول؟ مفعول. ولو دخلت على الله فاعلا لكنت كافرا. محدش يدخل على ربنا فاعل. لا فاعل إلا مين؟ إلا الله. ولا ترى نفسك إلا إيه؟ مفعول به. ربنا سبحانه وتعالى هو الفاعل على الايه؟ على الحق. يضل من يشاء ويهدي من ايه؟ يضل من يشاء ويهدي من ايه؟ يضل من يشاء باسمه المضل، ويهدي من يشاء باسمه ايه؟ الهادي. انما ايه القضاء والقدر؟ القضاء والقدر ده ليس سرا. القضاء والقدر ليس ايه؟ سرا. القضاء والقدر معاملة أدبية مع الله تبارك وتعالى. يعني إذا فعلت معصية وقلت لله أنا الذي فعلت وأنا الذي أجرمت، وأنا ربنا سبحانه وتعالى يقول لك معلش، أنا اللي قضيت وأنا اللي قدرت، هدخلك الجنة. لو عملت معصية وقلت لربنا أنت يا رب اللي قضيت وقدرت، يقول لك لا، ده أنت اللي عملت، وهدخلك النار. بسيطة. لو أنت عملت طاعة وقلت يا رب انا اللي عملت وانا اللي سويت، يقول لك لا، ده انا اللي عملت وانا اللي ايه، وادخلك النار. لو عملت طاعه وقلت يا رب انت اللي يسرت وانت اللي سهلت، وانت يقول لك لا، انت اللي عملت وانت، وادخلك الجنه. هو ده القضاء والقدر. القضاء والقدر ما هوش مشكله عويصه. القضاء والقدر انك تكون مؤدب مع مين؟ مع الله. ربنا ما يهموش اي سيئاتك ولا اي حسناتك ولا الحاجات دي كلها. ربنا يهمه انك تكون مؤدب. تكون ايه؟ مؤدب. جيء لعمر بن الخطاب رضي الله عنه برجل شارب للخمر، فقال اجلدوه. فقال يا امير المؤمنين، لو اراد الله اني لا اشرب ما كنت شربت. قال له ماذا تقول؟ قال له لو اراد الله ان اجلدوه مرتين، مرة لشربه ومرة لافترائه على الله الكذب. حد يقول كده؟ ما تجابهش ربنا بالحقائق، يروح مجابهك هو بالايه؟ خلي بالك، خليك مؤدب.
كلا ايه نمد، يعني اهل العاجله ربنا سبحانه وتعالى بيمدهم لانه رب. هتجد الكافر بياكل ويشرب وعنده عربيه وعنده خيرات وعنده، والمؤمن كذلك. ده اسمه عطاء الربوبيه. عطاء ايه؟ عطاء الربوبيه يشمل المؤمن والكافر. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء منين؟ من عطاء ربك. انما عطاء الالوهيه يخص المؤمن. عطاء الالوهيه يخص الايه؟ يبقى المؤمن فاز بعطاء الربوبيه وعطاء الايه؟ الالوهيه. والكافر فاز بعطاء الربوبيه وحرم من عطاء الايه؟ وما كان عطاء ربك محظورا، اي ممنوعا. عطاء الله، عطاء الرب لا يمنع عن ايه؟ عن احد. انظر، بيقول للنبي ايه؟ انظر، انظر. يا سلام، لو ربنا قال لك انظر هتجد كل ذره فيك بتنظر. هتجد لسانك بيشوف ودنك بتشوف ومناخيرك بتشوف وراسك وقفك بيشوف، هتلاقي كل حته فيك بتشوف لو ربنا قال لك ايه؟ انظر. اقول لك ابن الفرد قال لك ايه؟ اقول لك ابن الفرد، بيقول ابن الفرد فعينية ناجت، لسان يعني، فعينية ناجت واللسان مشاهد. عينه ناجت، فعيني ناجت واللسان مشاهد، وينطق مني السمع واليد أصغطي. وينطق مني السمع واليد إيه؟ وسمعي عين تجتلي كل ما بدا، وعيني سمع إن شد القوم تنصتي، كذاك يدي عين ترى كل ما بدا، وعيني يد، وعيني يد مبسوطة عند سطوتي. يعني عينه بيضرب بعينه. انظر، دي العادة. دي ايه؟ كلنا بننظر مش كده؟ انت بتنظر وانا بنظر وكلنا ننظر بالله. ننظر بايه؟ ما تفتكرش انك بتبص بعينك. هو الذي ايه؟ هو الذي يريكم. مين اللي بيوريكم؟ هو الذي يريكم. يبقى انت مش بتبص بعينك، انت بتبص بمين؟ بالله. بتبص بمين؟ يعني انت دلوقتي قاعد وقدامك واحد قاعد وربنا بينكم، انت بتشوفه من خلال ربنا وهو بيشوفك من خلال ايه؟ ولو ربنا ما بقاش بينكم مش هتشوفوا بعض. مش هتشوفوا ايه؟ بعض. احنا بنشوف بعض بمين؟ بالله. الوسط اللي بيننا ده مين؟ الله. هو احنا بنشوف كده. لو ما فيش كده ولكن النظر عادة. امتى ينقلب الى عبادة؟ الكلمة اللي بعديها، انظر كيف. انظر ايه؟ كيف. انظر كيف ديت جمعت كل طرق البحث والتأمل والعلوم والاختراعات. انظر كيف. يعني ايه انظر كيف؟ يعني بص في الحاجة كده وتأملها، وكل ما تتأمل اكتر كل ما تكتشف اكتر. يبقى كل العلماء دول عملوا ايه؟ انظر كيف. انظر ايه؟ كفاية كده، كفاية عليك كلمة انظر كيف. انظر كيف فضلنا بعضهم. انظر كيف
هنقف عند انظر كيف، واقعد بقى في كيف ديت. الحمد لله رب العالمين. انظر ايه بقى؟ كل ما تمسك حاجة شوف، ما تخليش حاجة تعدي عليك كده تعدية الكرام. ربنا ما خلقش حاجة هملا كده، نملة معدية بصلها كده وتأملها وخليك معاها شوية، هي ما عدتش من قدامك صدفة كده، لا ده ربنا بيقول لك اهو بص كده، تفضل معاها كده بعينيك لحد ما تعدي من ايه، تعمل لها تعظيم سلام كمان. يبقى انت كده انظر ايه، ولو عندك حاجة بتكبر كده شوفها كده، ما تخليش حاجة تعدي من قدامك كده. أقول قولي هذا وأستغفر الله.